السلام عليكم. في هذا الدرس هنتعلم كيف أنا بدي أخرج البيانات على صفحة PHP، طبعا بكل اختصار باستخدام إيكو أو برينت. طبعا الإيكو احنا شفناها الدرس الماضي، إنه كتبنا إيكو هان وعملنا مثلا جملة هالو PHP وجيت عملت تحديث، رحت على صفحة البيج البراوزر ومن التحديث طلعت ليش هالو PHP. تمام. طيب في عندي دالة ثانية وهي البرنت، باجي بكتب هنا برنت لو جيت مثلا قيمت اللي هي هاي الجملة وجيت كتبت برنت. تمام. طيب لقيت برنت هي نفس عمل ايكو. تمام. لو جيت مثلا نكتب هالو مثلا بي اتش بي وجيت اعمل ريلود للصفحة، هل حصل اي تغيير؟ ما في حصلش اي تغيير. هالو بي اتش بي في الايكو وهالو بي اتش بي في البرنت بالبرنت. اوكي تمام. طب ايش الفرق بين التنتين؟ الايكو اسرع من البرنت ويفضل انك تستخدم الايكو. طيب طيب بالنسبه للايكو، هل هي بتطبع اي نوع من انواع البيانات؟ بتطبع اي نوع من انواع البيانات، تطبع نوع بيانات رقمي، نص، او يعني ممكن تطبع اوبجكت، اي نوع من البيانات ممكن تطبعها. طيب لكن هي كيف عمليه طباعه اللي هي ممكن تطبع رقم ايكو؟ نكتب ايكو مثلا هيك ونيجي نكتب له مثلا 12. تمام. اوكي ونيجي نعمل تحديث، قديش طلع ال 12؟ تمام. طب لو اجيت انا وكتبت حطيتهم داخل علامتين تنصيص، عملت هيك 12 وحطيت علامتين تنصيص، هل حيصير اشي؟ لا، نفس الناتج. تمام. يعني انا ممكن اكتب الرقم بدون علامتين تنصيص وممكن احطهم بين علامتين تنصيص. طب بالنسبة للنص، هل هو حيطبق نفس الكلام عليه؟ لا. قلت لو انا كتبت هالو بي اتش بي، هل حيطلع ناتج هالو بي اتش بي؟ لا، حيطلع لي ايرور، يقول انه السنتاكس تبع غلط، اللي يعني انت اللي كتبت اللي هي ايش؟ هالو بي اتش بي، بي اتش بي مش من ضمن اللغة. طب لو انا جيت اعمل كده هل حيطبعها؟ طب برضه لا. تمام. طب ليش؟ لانه هاي ممكن يعتبرها اللي هي ايش؟ من ضمن اللغه، لكن النص بشكل عام لازم احطه بين علامتين تنصيص. اوكي بهذا الشكل. تمام. طب انا ممكن يعني احط داخل ايكو تاج HTML. طب كيف ممكن احطه؟ اوكي بسيطه جدا، تحط علامه سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن. تمام. باجي مثلا بكتب بدي اعمله على H1 وباجي بقول له هنا اسكر التاج H1 واجي اكتب له مثلا محمد شوا. تمام. ونيجي نشوف ايش راح يطلع معنا الناتج. تمام. شايفين ايش اللي معنا؟ انه طبق او طبع اللي هو تاج ال HTML على صفحة ال PHP. تمام. طب انا يعني ايش فايدة الكلام هذا؟ انه انا ممكن اعمل صفحة ويب كاملة PHP. تمام. طب بالنسبه للتاجات، تاجات عادي تعملها عن طريق الايكو. تمام. ممكن كمان هذا عن طريق اعمل له ستايل، يعني العب في السي اس اس تبعته، باجي بقول له مثلا اغير الكلر تبعه اعمل له ريد. تمام. طبعا هذا الكلام انا الستايل الكلر هذا ممكن اعمله لما اعمل صفحه HTML. تمام. طبعا هذا حنعرفه في الدروس القادمه. لو جينا نعمل تحديث، شايفين كيف تلون عادي؟ ما فيش اي مشاكل. انت ممكن تستخدم البي اتش بي مع الاتش تي ام ال مع CSS، ما فيش اي مشاكل. طبعا انا كده هيك من الدرس تعرفنا على الايكو والبرنت، وعرفنا مين نستخدم وكيف استخدامهم، وكيف الايكو بتطبع الارقام، وكيف ممكن اطبع النصوص. تشوفوا الدرس القادم، والسلام عليكم.